هم كلموني انا مشيت العقولي قدامي هو لا ينفع زمان فرحكم وتدوني اي حاجة. لا هو اقول لك هو انا اصلا كنت يعني وانا صغير هو غريب وانا صغير كنت بحبي شبه السلحفة يعني كده وانا صغير فهم طبعا احنا عندنا العيلة عندنا يعني مش متنمرين يعني هم في مرحلة بعيد قوي ملهاش وصف فهو فابن عمي راح جه قال لهم ايه ده يا جماعة ده شبه الفكرونة السلحفة الصغيرة اسمها فكرونة اللي طبعا من مصر كلها مش عارفه كده بس هي الصغيره اسمها فكرونه فهم راح جاي خلاص ده فكرونه فبقى كل ما يشوفوني بحبي قومي الفكرونه دي من هنا طبعا كنت بفرم كتير بقيت اروح الفرح مثلا اول ما اخش الاقي الناس نورو بتاع ازيك معلش ممكن سؤال ده تقريبا 80% من الناس اللي عندي بتعجز معايا اول ما بوصل نفس السؤال هو ايه بقى الاسم التالت ده؟ في عروسه كانت بتقول لي نور الدين فرخه فرخه خلاص بقى مبسوطه انت مبسوطه بفرخه فرخه انا فرخه يلا قول لي انت بدات ازاي اصلا؟ من الاول خالص سؤال بودكاست قوي بودكاست خالص تعبت بقى قوي شيء واتمرمطت وانت عروسي كده فاكر زمان كان في اي حد ابوه في السعوديه كان بيجيب له موبايل كده كان نوكيا في حتتين بيض كده من الجنب يعني كان كله ازرق وفي حتتين بيض من الجنب فساعتها طلع حوار انك تصور حد فيديو او تصور اثنين فيديو وواحد يختفي مش عارف تفتكر الحوار ده ولا لا ممكن بوز اصلا ايوه بتعمل بوز وتشيل وتعمل بعد كده تكمل ايوه هي دي كل ما اشوف حد بقول لك ايه تعالى نعمل كذا كذا في الشارع بقى عندي يلا طبعا انا عندي كان عندي في الشارع العيال كل الشله كلها يلا نموت يلا بينا يلا بينا كانوا جايين معايا في اي حاجه طبعا انا ساعتها كانت الدراسه طبعا ايه فاكس لها فكسات غير طبيعي فقالت لي هتعمل ايه قلت لها بصي ماما انا ايه انا عاجبني موضوع التصوير ده وايه ونفسي اجيب كاميرا وبتاع قالت لي بكام هي الكاميرا؟ قلت لها 3500 جنيه قالت لي لا ايه ده غاليه جدا اكيد بس طبعا ايه طبعا انا عايزها تجيبها لي فطبعا قلت لها انا ممكن ابقى مثلا يعني محمد سامي هتديني محمد سامي اللي جوه ايه راح جابت لي فلوس كان انا فاكر حتى ايام كان فاضل 200 جنيه تقريبا على على الكاميرا على سعر الكاميرا فرحت نازل للرجاله بقى قلت لهم احنا هنتطور دلوقتي بموضوع الموبايل للكاميرا بس عشان نتطور محتاجين 200 جنيه عشان نطلع للمرحله الاعلى وانا رايح اجيب الكاميرا خدت صحابي كلهم كانت هم معايا ايه فاهم جبنا حاجه نجيب عفش ايه خدت الشباب كلها قلت لهم يلا بقى يا جماعه عندنا ايه رايحين نجيب الكاميرا كلها كلنا كده شايفين نعمل ابجريد احنا ما بنصور بالموبايل غير لما هنصور بالكاميرا لو فاكر الاوتو كروس اللي كان بيتعمل في اسكندريه في انتونيات كان عندي كام واحد صاحبي كده معاه عربيه فطبعا ايه اول ما جبت الكاميرا احلويت في عينيهم فقالوا لي ايه؟ قالوا لي لا خلاص بقوا اصحابي انا فشخ رحت جاي قايل للشباب بتوع الشغل باظ يا جماعه بس عندي رحت ايه؟ بقيت اروح الاوتو كروس ده قعدت فاهم اصور بقى عربيه صحابي فطبعا ما صورت عربيه صحابي يعني ايه الصور طلعت نوعا ما لطيفه فلقيت ايه؟ ناس ثانيه بتكلمني ايه؟ طب ايه هتصور عربياتنا امتى؟ تمام يلا بقوا اصحابي برضه فحسيت بقى فجاه ان انا جامد قوي بقى فاهم بقى كل اصحابي بقى العيال اللي معاها عربيات ومجنطه بقى وفاهم وابقى ماشي مع واحده صاحبتي الاقي جنطين مع بيكركسوني يعني اصحابي قعدت بقى ايه اترسم كده شويه بعد كده بقى طب وايه طب انا هكسب فلوس امتى؟ قلت بس انا هعمل رحله يا جماعه يا شباب ايه طب ايه بصور اصوركم في الرحله وفي القاهره بقى والاهرامات بقى طبعا انت اسكندريه الناس طيبه قوي فايه يلا رحت ايه بوم اتوبيس 60 فرد كنت انا وعمر وعلي صحابي
بتشوفه بتسأله علي علي اقول له مثلا علي انا عايز اعمل تيكت, يروح رايح المنشية وجايب ورق وطبعه عامل تيكت ومكتوب عليه اسامينا والتذكره مش عارف ب40 جنيه و30 جنيه. علي ده علي قول له اي حاجه هيعملها. يلا راح جاي حطينا ايه اتوبيس 60 فرد, ال 60 فرد فيهم 59 فرد بنت طالعينش خاطر عمر الفرد ده عشاني على قدر علي. رحنا رجعنا طبعا ايه اللعبه طبعا حلو يعني سافرنا يوم اتبسطنا قوي صورنا واتصورنا وعيصنا ورجعنا بفلوس كتير جميل قوي. طب خلاص بقى يلا واحده كمان تين اتوبيسين 60 فرد رحنا عاملينها تاني. قعدت اعمل كده بقى ففجاه بقى العدد اللي عندي على الفيسبوك لو كانوا 100 بقوا 1000. صدفه بقى علي علي صاحبي ده الاوبشن ده عرفني على مين, على كريم كل ما الله يرحمه. فلما عرفته كنت خايف قوي وانا عارفه فاهم, مش عايز اقول له بقى ايه, مش عايز ابقى شبه كل اللي يشوفه, كل اللي يشوفه يلزق له فاهم. فرحت جاي حبيت بقى انا يعني اكسبه كصاحب, مش عايز مش يعني ما حبيتش ان انا اهجم عليه عشان الناس تهجم عليه كده. راح علي قال له اللي انا بصور. فطبعا هو لما عرف ان انا بصور وانا بقالي مثلا شهرين اعرفه وبنخرج وبنهيص وما قلتلوش فاستغرب قال لي هو في ايه. فراح جاي قال ما قلتليش ليه بقى اللي انت بتصور. فقلت له انا عرفت ان انت يعني انا عارف كل اللي بيقابلك بيكلمك في نفس الموضوع, وحتى لو انا بعمل كده بس مش لازم اقول لك يعني. فهو ايه احترم ده قوي فيا. راح جاي قال لي بقول لك ايه انت لازم توريني بتعمل ايه. رحت جاي رايح بقى البيت جبت الكاميرا. طبعا كان بالنسبه له الكاميرا اللي انا ماسكها دي قلب الكبريت ولا ايه القرف ده اصلا. وريته انا بعمل ايه بس راح شاف النتيجه اللي انا بطلعها من دي قال لي بس النتيجه دي غير كويسه قوي بالنسبه للكاميرا شبه دي. قلت له انا بحاول على قد ما اقدر اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. قال لي لا طب بص تشتغل معايا. هو اللي قال لي يعني هو دلوقتي بدار الحق ربنا يعني. فقلت له اشتغل معاك ده يعني مش هقول لك ده من حلم ده مش موجود ده مش في احلامي اصلا. قلت له يا ريت. قال لي خلاص ايه حضر نفسك. قال لي انت الدراسه ايه. قلت له انا فاكس لها دلوقتي طبعا دراسه تقلش اخلعتي دلوقتي. رحت جاي ايه قال لي طب هتسافر معايا بقى القاهره ايه عشان نروح على المكتب على طول. دي بقى كانت البدايه فعلا بقى. قعدت فتره معايا وهو في وجهه بعد كده سابها فتح 99 ستوديوز هو واحمد صالح. طبعا احمد صالح طبعا بديله الصحه كباره 100 100. بعد كده انفصلوا عن بعض في الشركه قعدوا 3 سنين كانوا ناجحين قوي قعدوا 3 سنين. فضلت شغال مساعد مع الاثنين بقى فقعدت بقى مركز مع الاثنين. بس طبعا يعني كريم الله يرحمه كان بيعلمني اتعامل مع الناس ازاي بس تصوير لا تصوير نفسه لا اللي هو انت هتعمل ايه في الموقف ده هتلبس ايه وانت رايح المكان ده حاجات كده ايه صغيره بس فرقت طبعا معايا 80% من اللي بيحصل. فراح جاي بعديها بقيت بنزل مع صالح مساعد. صالح بقى العكس تماما. صالح اي حاجه انا كويس فيها في التصوير بسبب احمد صالح لان هو اصلا اكتشف حاجات انا اصلا ما كنتش عارف فاهم يعني. انا كنت كان مثلا يجي موقف يحطني فيه ويقول لي اعمل زي يعني زي ما دماغك توديك فاهم. فكنت اعمل كذا وكذا وكذا واجي اوريه يقول لي انت ممكن تعمل كذا طب في كذا في اوبشن كذا. فحسيت يعني كريم بستفاد منه بشكل واحمد بيستفاد منه بشكل تاني انت فاهم. فكنت انا بقى ايه العصاره بتاعت الاثنين في واحد فاهم. كنت باخد من ده واخد من ده وابقى انا لما يكون معايا حد انا في واحد بيشتغل معايا وده بيشتغل معايا بقاله سنه ونص او سنتين هو يعني بيشتغل معايا سكن هو بس يعني ما بيجيبش حد غيره من كتر ما هو خلاص فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الناس ممكن تشكره وما تشكرنيش اصلا. راح بعت له اقول له الناس بتشكرك انت وسايباني. الناس بتقول لي هو ده كان متعاون ومش عارف ايه وبتاع. فهو اول حاجه بيتبسط وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي دايما اللي بيشتغل معايا انا مرحله زي ما انا كنت مرحله في حياه حد تاني يعني. هو ده انا اتعرفت عليه بصدفة. هو كان بيصور فرح في مكان جنبي وجاي قال لي بقول لك انا عايز اشتغل كده ولا قال لي بقى يا انت وصورك جامدة ما قاليش كده خالص. هو جالي قال لي بص هقول لك حاجة انا عايز اشتغل
بس وتزود تبعي على طول تقول بكره تعالى معايا. كلمته بكره لقيته مش فاضي. قلت له الفرح اللي بعده انت معايا. كلمته لقيته مش فاضي. قلت له شغلني معاك. قال لي انا اسف والله خلاص الفرح الجاي هبقى معاك. رحت جاي الفرح اللي بعده كلمته وجي معايا. قمه في الاحترام. انت متربي وبتصور زي الزفت عادي مش هتتعلم عادي. انما انت مش متربي مش هعرف اخليك متربي. رحت بقى لاحمد صالح بعد كده قعدوا بقى شغالين هما الاثنين في 99 دي حبه ثلاث سنين دي. كانت بقى ايه انفصلوا. طبعا انفصلوا حسيت ان انا بقى ايه انا في الشارع دلوقتي. بدات بقى مع صالح. هو صالح حرفيا هو اللي عملني بقى. بقى هو فاهم يبعتني بقى شغل يقول لي تعمل ايه. برجع من الاوردر بقعد تعمل كذا وتعمل كذا. طبعا انا عندي ربع كده ما بقدرش افضل في جد كتير. جد كتير ده هتلاقيني عاجري. وكنت اعمل اللي هو عايز يعمله واجي مثلا في اخره حد ما بقيت واحده واحده بشتغل اكتر وبهرب اقل. يا بهرب اللي هو بخرج بقى واشوف صحابي بقى وهيص في اي حته لحد ما هو لوحده لاني بقى ايه يعني خلاص. حتى لو انا بخرج بس ما بجيش ايه على الشغل او على اللي بيحصل. بخلص كل ورايا بعد كده بقى بروح اشوف ايه انا عايز اعمل ايه. جت بقى وقت اختلفنا في كام حاجه كده في الشغل فها ها طب خلاص انا ايه انا ماشي. مشيت بقى شفت بقى الواقع الاليم. لقيت نفسي بقى ايه ملط لوحدي. فساعتها بقى كان روميو وكريم لسه ايه عارفهم جديد كده. كنت عارف كريم اكتر يعني. وروميو كان لسه جاي يشتغل معانا في كرونيكال نفسها. فاول ما جه اشتغل قعد حبه يعني قعد مثلا 4 شهور. بعد كده اتجوز. فاتجوز سافر ايه الهانيمون اختفى رجع لاني مشيت. فاول ما رجع لاني مشيت هو حس ايه قال لك ده نور اللي بقاله 3-4 سنين مشي انا هكمل. فانا لا مش هكمل. فمشيت. فجاي لي بقى رومي قال لي طب ايه الدنيا. قلت له احنا كده ايه محتاجين ناخد شقه. طب تعالى ندور بقى. قعدنا ندن دن واحنا اصلا يعني اصلا مش هقول لك معناش فلوس. معانا فلوس بس ايه بنتحرك بالراحه قوي بقى. وانا طبعا طالع من كرونيكال خلاص ما عنديش حاجه. بس كان عندي يعني السبب برضو اللي انا طلعت بسببه اللي انا كان عندي بروجكت عن اليوجا في مصر. فقلت بقى انا عن نفسي انا هتسحل في البروجكت ده لان البروجكت ده كان الاوتيلات كلها في الاماكن السياحيه داخله سبونسر فيه. مينا هاوس سوما بي وراسكم نفسها كانت داخله فيه. فالموضوع كان كبير يعني. ده اصلا كان سبب برضو من الاسباب ان انا امشي من كرونيكال نفسها. كان في مشاكل على البروجكت نفسه انت فاهم. بعد كده قلت لهم ايه انا كده كده عندي البروجكت ده هخلصه واشوف بقى ايه الدنيا. والبنت بقى صاحبه البروجكت نفسها عرفت ان انا مشيت بسبب البروجكت وان انا بقى لي كام سنه شغال فاهم. كنت بصور بروجكت وانا بعيط تقريبا انت فاهم. فهي ايه برضو ايه ساعدتني. بلانت جاء عشان يقابل صالح والسكرتيره فما لقاش حد او جه في ميعاد غير ميعاده مش فاكر يعني. فخبط على يعني خبطوا على باب المكتب. طبعا انا قاعد في المكتب لابس الشورت وفادع بالشامفور وعمال باب فالباب بيخبط. فقلت لصالح ولا اي حد يعني مش اكيد مش الكلاينت يعني. فتحت لا واحد ماسك دراع بلايستيشن وقاعد بالشورت. قلت لهم ايوه. قالوا لي احنا كذا وكذا. ايه ده انت نور. قلت لهم احنا حاجزين معاك. طبعا اعمل ايه؟ طبعا مش عارف اعمل حاجه خالص. بعديها على طول حصلت المشاكل دي وانا مشيت من المكان اصلا. طبعا ايه مع الشد بقى وفي الكلام بقى والمشاكل وبتاع فايه راح هم قافلين لي بقى البيبان كلها بقى. انت ما فيكش شغل عندنا انا يا ابني مش هتطلع بره. فمشيت. فطبعا الكلاينت دول الاثنين دول بيدوروا عليا. يكلموا المكتب يقول لهم نور مشي. طب احنا عايزينه. لا احنا مش مسؤولين عنه عشان لو عمل حاجه في الفرح ولا احنا ما نعرفوش. طب رقم وفلوس. قعدوا يدوروا عليا وانا طبعا بعيط في البروجكت. عندي الشغل بقى ومعيش فلوس وفاهم الدنيا ما تغمق فاهم. قعدت كده لحد ما وصلوني او مكلميني. طبعا اول ما كلموني
لو جيت العوجي قدامي هو اللي ينفع زود فرحكم وتدوني اي حاجه. والله العظيم يا عم كان ساندرا وديفيد عمري ما هنساهم. فقالوا لي لا ما تخافش. كان ديفيد عنده شركه ديزاين للشقق مش عارف اسمها ايه, بيعمل شقق بقى وكويس قوي في شغله يعني فاهم. قال لي حتى لو الدنيا قفلت معاك خالص هجيبك تصور الشقق بعد ما تخلص. فحسيت فاهم اطمنت شويه مش قوي بس يعني حسيت ان في لقمه جايه هاكلها شويه عاد. بس فقال لي ما تقلقش وبتاع وكده كده انت معانا في فرح. بقول لك كنت باخد 20 و15%, تخيل بقى فجاه خدت 100%. اقسم بالله العظيم ثلاثه انا فاكر خدت الفرح وخدت فلوس الفرح من كتر ما انا مش مصدق المبلغ اللي في ايدي مش عارف احطه فين. يعني اروح البيت احطه تحت السرير وانام, اصحى الصبح اروح واخده من تحت السرير حطه في الدرج, اروح انزل واطلع تاني اروح طالع فتح الدرج وعده. مش يعني المبلغ كان عبيط بس انا مش مصدق ان انا معايا المبلغ ده كله. فانا كنت مبسوط ان انا مع احمد صالح, واحمد صالح انا شخص يعني مش بحبه يعني هو بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. فكنت مبسوط ان انا معاه. ولما حصلت مشاكل انا كنت زعلان ان انا مشيت من الشغل يعني مبدا الشغل, بس انا كنت زعلان ان انا مشيت من مع صالح. يعني انا خلاص مش هبقى مع صالح فاهم, اللي هو انا كل حاجه بعيشها في القاهره معاه, بننزل باخده انزله تعالى ننزل نعمل اي حاجه. هو صح ما كانش ايه بيحب يخرج قوي فكنت اخده انزله خرجه عافيه فاهم. بنات صحابي ايه نور انت فين, قالوا تعالوا المكتب. صالح قاعد شغال فجاه يلاقي دي ودي وده وعمر والشباب كلهم يقول لي في ايه انت قلبته كافيه ولا ايه فاهم. فهو كان مبسوط بده وفي نفس الوقت هو حاسس ايه, تحس ان انا ابنه يعني كل حاجه انت تمام زي الفل. جاء موضوع بقى اللي احنا ايه روميو رجع وكريم قال لي ايه طب ايه, وكان معانا عبد الله واسلام فاهم اكس, طب يلا بقى نفتح كلنا, يلا مش نفتح كلنا بقى يلا ناخد مكان حتى ايه يلمنا كلنا بس ايه عشان نعرف نشتغل. لان احنا اوريدي عندنا بدا يبقى عندنا شغل بس ما في فين انت فين, لحد ما بقى ايه خدنا المكان انت فاهم, انا وعبد الله واسلام وكريم ورومي. رحنا جايبين يافطه معفنه كده كتبنا عليها جانج ستوديو. عملنا بقى جانج في 2018 في اخر 2018 عملنا بقى جانج ستوديو حطيناها فاهم يافطه جربانه كده وبدانا بقى فاهم لحد بقى ايه كله بقى فاهم قاعد يتفرع بقى يعني. كان واكس برده كانوا عاملين برده يافطه جربانه برده كده من الجربانين الاثنين ده حطيتهم كده ايه يعني. مثلا انا جاي كلاينت ليا شيل لي اكس دي بقى دخلها لي جوه. والله العظيم اكس جاي له كلاينت شيل لي بقى القرف ده دخله جوه حط لي اكس فاهم كده مقضيتها كده. التلفزيون كنا جايبين تلفزيون كبير كده في فلاشه بتاع الجنج وفلاشه بتاعت اكس شيل لي بقى الفلاشه دي وحط لي الفلاشه الثانيه اي حاجه كده ناقص الكراسي نشيلها ونغيرها ونجيب كراسي ثانيه فاهم. قعدنا كده بقى لحد بقى ما فاهم وصلنا بقى اللي احنا فيه حاليا. طبعا اكس ما شاء الله دلوقتي عدوا السحاب انت فاهم, واحنا الحمد لله. انت اصلا اخوك دخل في الفيديو بسببك ولا ما لا يعني ما هو انا اخويا دخل في الفيديو اصلا قبل ما انا افكر اصلا في اي شيء. بس اخويا بقى كان بياخد يعني كان بيصور فيديو فالزبون بتاع مش الكلاينت الزبون بتاع الفيديو غريب شويه. فكنت كان دايما تلاقيه عنده افراح في المحافظات. فطبعا انا ساعتها كنت ايه ساعتها حوارات الموبايل دي فكان ساعات بيقول لي تعالى ايه هديك كاميرا روح صور. طبعا انا كاميرا قد كده وانا اصلا قد كده يعني انا اصلا بصور كوع الناس يعني الناس واقفه عادي انا بصور كوعها لان انا قصير مش جايب فاهم. وفي نفس الوقت كان يعني مره وقعتني فرح عمر ما انساه, هو هيفتكر بعد لي فرح انا المفروض انت بتدوس على الزر الاحمر ده بتريك. انا كنت اصور شويه وريح شويه ما فيش حاجه بتحصل يعني مثلا رحنا مع العروسه الكوافير فانت بتصور العروسه بقى وهي نازله بالعربيه انت فاهم لحد ما تخش الكوافير السمري بتاع زمان تخش وتقفل الباب تروح انت ايه فاصل. انا بقى كنت اعمل العكس
كنت بارك وانا شايل الكاميرا، واول ما ارفعها جيت فيه اوقف. حتى هو خد مني الفرع يوميها، انت مصور رجول الناس. قلت له والله ما انت اللي قلت لي كده. قال لي انت دوست غلط، يعني اليوم اتصور بالعكس، اللي مش مفروض يتصور اتصور، واللي مفروض يتصور ما اتصورش. وبعد كده راح بقى يبعتني بقى محافظات بقى بحيره والحاجات دي. طبعا انا رايح، وساعتها كنت رابط شعري، كنت مربيه ورابطه، فاكر فاهم. فطبعا رحت دمنهور ولا البحيره ورابط شعري، فانت زفه. هم اصلا الناس سايبين الفرح والمعازيم والتصوير وبيبصوا لي ايه الحلاوه دي. طبعا انا يعني مش عارف اخد اكشن، يعني مش عارف مثلا واحد اقول له انت عبيط يلا، مش عارف اعمل ايه. معلش يقول لي انت طب انت، واحد يقول لي على فكره غلط كده لازم تحلق. اقول له والله يا عم والله العظيم انا عايز احلق، بس عارف الشغلانه دي هي اللي مخلياني. الراجل عندي في الشغل بيقول لي خلي شعرك طويل عشان الناس تفضل ايه بتبص لك وبتاع عشان الشغل، انما انا عن نفسي انا هموت واحلقه والله بدل الجرسه اللي انا فيها دي. وانا بحاول عليش انا احاول الم ما يمكن المامو. انت فاهم؟ بعدني حتى فرح مره بالشولدر، لقيت قاعده بقى فاهم، وكراسي بقى ونور وادوار احمر واخضر فاهم. قلت بس حلو الحمد لله، مفيش اي حق يعني، محدش هيكلمني فاهم. انا هحط الكاميرا واعدي على الناس واخلص واروح اقف في اخر اللاين كده، انا ايه تمام. قلت تمام، خلصت الحاجات، لقيت العريس، يلا بقى تعالى معايا اللي بعده. قلت له ايه في اللي بعده؟ ما هو خلاص الفرح اهو، الناس صورت الناس كلها. قال لي انت هتطلع معايا. قلت له هطلع معاك فين؟ قال لي انا هاخد العروسه دلوقتي واطلع اوضه النوم، هتطلع معايا تصورني في اوضه النوم. قلت له صور مين يا عم في اوضه النوم، انت مجنون ولا ايه؟ راح جه قال لي لا لازم، دي لقطه مهمه، ده هديك كام لقطه فوق اوعى. قلت له يا من يا رب. رحت واخد الكاميرا، قال لي وعايزك تصورني من دخله البيت لحد السرير. قلت له حاضر. رحت قال له ايه يا احمد دلوقتي الراجل عايز كذا كذا. احمد بقى اللي هو عايز اعمله له يا احمد مش هينفع. قال لي دول ما تبوظليش طبعا، زعق لي لان انا مبوظ 80 فيديو قبليها، فمش عارف اعمل ايه. فكنت مضطر رحت طالع معاه. اول ما وصلوا عند باب العماره، طبعا اكيد الناس اللي في المحافظات دي هتفهم اللي انا بقوله ده. اول ما وصلوا عند باب العماره، راح هو العريس نفسه راح شايل العروسه، انت فاهم، خلاها تخبط بايديها على باب العماره، يعني باب اهو على البتاع على الحته اللي فوق دي، بيقول لك دي بركه او يعني ما اعرفش ده ايه. بس هو فجاه ماشيين عادي، راح يلا يلا بسرعه تين على الضربه. هو في ايه؟ هو في ايه؟ طب عملت حاجه وانت بتعاقبها ولا ايه؟ انا مش عارف. راح دين راح الضربه، راحوا داخلين طلعوا على السلم. طبعا انا طالع وراهم بقى فاهم. يقول لي ايه ده؟ اقول له ايه يا بيا انت فاهم. طلع ده راح طلع راح فتح ايه، خبط على باب الشقه، لقيت واحده راحت فاتحه فاهم، راحت داخل ده حجه زغرطت فقعت سبرنت على السلم راحت نازله. فانا قلت دي شكلها مكسوفه بقى، يا خلاص بقى عيب بقى يعني. هو قال لي تعالى معايا لحد فوق بس خلاص يعني. هو كلمه قالها الراجل مش هدقق. قلت له طب خلاص بقى عريس عندي. قال لي تنزل فين تعالى. راح دخل الشقه، قال لي خليك ورايا. قعدت فاهم. طبعا انا داخل الشقه اقسم بالله الكلفن بيسب مليون مله الوانات طبعا، وايه واخضر واحمر. دخلنا راح داخل اوضه النوم فعلا، راحت هي داخله. طب ايه؟ طب انا هقف على باب الاوضه يعني، انا واقف دلوقتي على باب اوضه النوم فعلا، وهم دخلوا يعني هم السرير وبتاع الاوضه عادي. لقيتها هي راحت جاريه عند السرير من الناحيه الثانيه، وهو جه من هنا. قال لي بقى تعال انت بقى في النص. راجل فين؟ ما كفايه كده عريس، هوسخ لكم الارض مش هينفع. قال لي لا تعال. رحت ايه؟ رايح طبعا انا بصب عرق وعايز اضحك ومش قادر اضحك، وعايز يعني عايز ايه، عارف انت اللي انت مزنوق في حته، فانت عايز تعمله اللي هو عايزه ايا كان ايه هو عشان تجري من هنا. راح جاي قال لي خد دي بقى، راح وين عامل لي كده سند كده على
على المخدة وهي من الناحية التانية والله العظيم زي ما بقول لك راحت هي كمان سندة راح رجع يعني هو سند كده تمام وهي عملت زي من الناحية التانية قال لي ايه تمام قلت له تمام راح جاء لي خد دي كمان راح ماسك ايديها كده وايه يعني عادلة برضه ماسكين ايديهم وباصين لبعض قال لي تمام قال لي بقى خدها كده ايه بقى ايه يعني خدها واطلع بقى قلت له حاضر ماشي تمام قلت له تمام قال لي تمام بقى كده خلاص بقى عشان تفاهم قلت له رحت طيب من يومها ما اشتغلتش مع احمد تاني قلت له احمد انساني قال الشغلانه دي مش بتاعتي طب قول لي مين الناس اللي بتعمل لك مشاكل احنا كده اتكلمنا عن قصه حياتك عايزين بقى الناس اللي بتعمل لك مشاكل عشان احنا عايزين نظبط الدنيا يعني مثلا في ناس تعرف فكرونا في الفرح بس ما تعرفوش بره الفرح بس انت قشطه انت في الستوريز يعني يا ناس عارفاك يعني يعني بحاول اللي بنشوا مع بعض بس يعني. عايزين بقى نبين المشاكل اللي الناس ما تعرفوها يعني الفرح مثلا نفس. يعني مثلا عندك مشكله في الاضاءه في الفرح الناس مثلا قالت لك الصور بتاعت الفرح دي مش زي الفرح بتاعت صاحبي اللي تاني كان صوره احلى عويصة. ففي قصص كده بتتحط فيها وبتتظلم فيها ومحدش مش بتاعتك لا ومحدش يعرف ان انت بتتظلم هي اول حاجه مثلا الكلاينت اللي بيقول لك مثلا انا صوري ليه مش شبه ده يعني السؤال اصلا ليه مليون اجابه ولا انت هو ولا انت نزلت في الميعاد اللي هو نزل فيه ولا انت الجو يوميها نفس الجو ولا انت عندك الطاقه اللي هي عنده ولا انت لابس بدله زيه ولا انت لابس فستان ولا انت لابسه فستان زيه ولا انت لابسه اكسسوارز زيها كل حاجه غير فانت ليه بتقارني نفسك انا بشوفها ان هي طبيعي طبعا في بنات بيبقى عندها مشاكل معينه فاهم هو انا مش يعني انا ليه مش شبه دي ما هو انت مش شبه دي انت شبه نفسك ايا كان بقى شكلك ايه ممكن ما تكونيش اجمل واحده في الدنيا بس بروحك كل حاجه بتطلع حلوه ده كلنا عارفين كده بس في ناس بتبقى زي ما تقول ايه انت مثلا حاطط عندك الفيد عندك ليه شكل معين هو انا ليه مش شبه الفيد اللي عندك هو انا اولا انا ما اخترتش شكل الفيد يعني او ما اخترتش يعني اما مثلا اكون مصور مثلا عروسه بتضحك بشكل معين او عامله بوز معين انا ما اخترتش ده او انا مش باجي مثلا ايه معايا كراسه فيها كام بوز هقول لها تعملهم واحطهم عندي لا ممكن انا كده انا ما بعتمدش على حاجه معينه انا بالنسبه لي اهم شيء اوفر جو لطيف الناس تكون مرتاحه ومبسوطه فعلا وبنهزر وايا كان بنعمل ايه ويطلع في الاخر النتيجه دي من الاتموسفير الحلو اللي حوالينا فاهم مش عايز اقول اللايت في الافراح لان دي يعني دي كارثه يعني بص كلنا بنصيح فيها ومحدش بيسمع لان هي انا صرف على الفرح فلوس كتير وجايبه احسن ناس في كل حاجه ومرتبه كل حاجه بالثانيه بوم واحد بتاع لايت ب 40 جنيه خش وسط كل ده خش يديك بقى احمر فازرق قوي فاهم يفضل فاهم وتيجي تكلمه يقول لي انا بقى لي 20 سنه ايوه يا عم انت بقى لك 20 سنه لازم تسيبها انت كده خلاص انت لازم تعمل شيفت كارير فهو ما بيفهمش شيفت كارير بتقول شيفت كريم روح لكريم يعني امشي من هنا نمسك بقى ايه متر القاع نفسي اعرف ده قريب مين ولا تبع مين ولا هو اسمه ايه ولا هو وضعه ايه ولا شكله ايه ولا جاي منين ده ولا عايز ايه ده متر القاع انا متر القاع يعني انا والله العظيم موبايلي فيه صور كتير قوي لمواقف من متر القاع ما حدش يصدقها انا في موقف عريس وعروسه واقفين ومتر القاع ماسك خد الجرب من صاحبه العروسه وبيشرح للعروس ترمي الجرب ازاي يعني والله العظيم زي ما بقول هو مسكها كده قال لها والعريس واقف مسكها كده لو انت تحلفي هتعملي كده انت عبيط يا اللي هو الموقف وحش والعريس باصص له يعني هو العريس قدامه تو اوبشن يعني يمسكه يفقعه علقه ويبوظ الفرح يا يسكت ويمشي الفرح انت فاهم فالطبيعي هيسكت يعني هيشدها مثلا بس مش هيبين وهيلم الموضوع يعني هيحتوي الموضوع بسرعه بس هو اكيد اتضايق انت فاهم ده بيمسكها من ايديها وبيشرح لها انت مالك ما تديها يا عم هي حوله ما هي هترمي البتاع عادي وطبعا الراجل اللي احنا قلنا عليه ده بقى فاهم ده ما بيطلعش حد الستيج
مش فاهم في ايه وانت واخده وضع يد هو الستيج انت يا ابني بطل تسيب الناس تطلع تصور. هو انا يعني هو انا بصور اللي بيحصل ايه اللي يزعلك انت اللي انا اطلع على الستيج؟ ما ده طبيعي انت فاهم. وما تاكلش. ايوه ليه يا عم هو ابن البطه السوداء يعني انت لو دورت على ميل دي حق ياكل؟ هو حضرتك الناس دي لسه جايه يعني اللي معزوم ده متغدي وجاي انا من الساعه 90 الصبح ما كلتش فلازم اكل عشان اعيش والله عشان تشوفني تاني انت فاهم. مفيش بقى انت لا انت انت المفروض انت كلب هالفود وكمان ايه تروح اوتيل عشان تاكل يعني دفتر انت مش تاكل في الاوتيل ومش مش هتاكل في البوفيه. جيب اكل بقى لو جدع بقى تحدي بقى جيب اكل اطلع امشي في الصحراء خمس ايام عشان تجيب اكل. طب يا جماعه اكل فين؟ اجيب لانش بوكس وانا جاي. فحاجات غريبه. دي طبعا مش الشهيره صاحبه العروسه اللي بتعلق على كل حاجه طبعا انت اكيد فاهمها دي طبعا. لا الميك اب كان محتاج ايه كده زنه؟ الميك اب ايه اللي ايه كده زنه؟ الرموش بجد خرب. انت مالك يا ستي؟ هي الفكره كلها بص هي بتعود برضو بالنسبه للاراء بالذات اللي في الاوضه في الاوضه بتاعت العروسه دي. هي الموضوع بيعود على العروسه نفسها على شخصيتها هي نفسها. في شخصيات انت مهما قلتي كلمي يعني صحابك مهما قالوا اتكلمي هنا بكره انت عارفه انت عايزه ايه. طبعا دي اكيد الشخصيه المريحه يعني دي المريحه اللي هي عارفه هي عايزه ايه. حتى لو عندها مشكله في حاجه فهي بتتناقش مع اللي عملت المشكله مش مثلا محتاجه 3 4 معاها عشان يتناقشوا في المشكله فاهم. في ناس بتبقى ضعيفه في ان هي تقول مثلا ده مضايقني وفي ناس شخصيتها قويه لا ده وحش او مش وحش يا ستي ده مضايقني انا مش عايزاه ايا كان بقى صح او غلط. انا بقى ببقى وسط كل ده اكتر حاجه بخاف منها بقى وسط كل ده. وانت بقى ايه رايك؟ انا ليه راي؟ لا انا ماليش راي انا مالي شكلك حلو. قلت لها في ناس بقول لها اقول لها يعني بامانه اقول لك بامانه هل انت لو شكلك مش حلو انا هقول لك يعني ولا ذوقيا ولا ادب ولا اي حاجه تخليني اقول لك فما تسالينيش انا مش الدليل بتاعك يعني مش ما تسالش اي حد فاهم. انت ما تساليش اي حد اسالي صاحبتك قوي. بتحكي لها عن خناقات كانت خناقات مع مين؟ خناقات كانت الدنيا مع مين في مع العرايس ولا رسانه او اي حد في المجال؟ هو انا اتخانقت مع حد في المجال نفسه؟ اه لا ما شركات تانية مثلا. لا هو انا لما بتعرض لموقف بايخ يعني مش يعني ما بكملش الخناقه فاهم يعني. موقف بايخ مثلا حد بعت مصور في مكان وانا بصور فيقول لي فليه بقى داخل يزقني يزقني دي هتزقني الموضوع مش محتاج خالص كل المجهود ده. انت اللي هتجيبه ده بدل انت جبته في حاجتين ما تشتكيش منهم بعد الفرح. في صور لو ما لقيتهاش ما تسالنيش ليه لان انا مش عارف هي معايا ولا معايا بالظبط. وانت كشخص مش هتعرف توصل مين اللي صورها اكيد مش حاطط رادارات في الفرح هتجيب مين صور مين انت فانت مش هتعرف وانا مش هعرف فدي واضحه. ده اول حاجه. وتاني حاجه هو انت بتجيب واحد بيخش بيلوش فاهم ممكن يتعامل مع حد وحش فالحد ده يقول لك المصورين كلهم زي الزفت هنا كانوا زي القرف يعني فرح ما وفي اسكندريه ورحت وبعتوا حد يعني الحركات دي بتحصلش هي بتاع الاغلبيه طبعا في اسكندريه اللي بتعمل الموضوع ده بعتوا حد وكان يعني شاب مش كويس وزول حد راحوا ماسكيننا كلنا. طب يا جماعه وربنا منع ولا الناس اللي معايا طب ها 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 وفي الاخر عرفوا ان هو مش احنا ومش اللي معانا وخدوه مشوبه ولا عملوا فيه ايه ما اعرفش ولا اهتميت بس هم الكلاينت هو اللي بيحط نفسه في ده. انا مره حصل معايا بس ده ما كانش الكلاينت اللي حط نفسه كان ويدنج بلانر جايبه فوتوغرافر يصور لها شغلها دايما تمام وراح الفوتوغرافر ده راح دخل كان شغال معانا زمان تمام دخل يا باشا على الفرح كله على الترابيزات لف ويلا لف وصور العيله كلها فاحنا كنا بنصور الفوت سيشن في الاوتيل فلما وصلنا الفرح خلاص ما حدش من العيله عايز يتصور الفرح لسه ما بداش لا ولو ولو رحت للعيله قلت لهم لا خلاص ما انا اتصورنا بيك يلا في لسه مصورها صح بس وده اللي حصل ايوه فعلا. الناس الكبيره انت هتخنقني اه جينا بعد ما سلمنا الصور ناقصه فين الصور بتاعه الفاميلي الفاميلي يا جماعه ما احنا قلنا لهم عايزين تتصوروا قالوا لنا لا ازاي ده قالوا لنا نصورهم ده في حد مصورهم وكمان ادوا له فلوس اكراميه
وفي وقتها ادوا له 500 جنيه وبتاع، وفين الصور دي؟ مش موجوده. لبست انا بقى ان هو خد اكراميه، ولبست انا الصور، ولبست اي كل حاجه حاجه. ساعتها كلمت الودنج بلانر، حصل واحد اتنين تلاته، ادي العريس وادي الودنج بلانر وادي الراجل اللي انت جايباه، بس البسوا البسوا بقول لكم. جابت واحد في السيشن، واحد صور عايز صور معانا. تمام، حلو، جميل قوي. انا مثلا بحب اصور، يعني ايه، مش بحب قوي اوقف الناس بقى، اقف وجيب وشك كده اديك بالقلم، مش، لا ما بحبش كده. انا بحب ايه، اخلق جو واطلع منه بقى المومنت المعينه بالزوايا اللي انا عايزها بقى، اتنين نايم في الارض طالع فوق مش عارف ايه، ايا إن كان، انت فاهم. فانا بقى بعمل ده اللي هي جايباه بقى في الصور، واقف في الصور كلها اللي مصوره واقف فيها. طب يعني طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ او احاول افهمه اقول له بص احنا بنصور كذا، فانت لو عايز تصور حاجه والله ما عندي مشكله معاك خالص، اعمل اللي انت عايزه، بس حاول تتفاداني بس، والله بالله عليك، اقول له بالله عليك يعني ما تقرفني وتعدي اليوم. يعني في واحده كنت بصورها في الشتاء، فاهم، وهوب الدنيا شتاء شتاء، طبعا طبيعي الموقف الطبيعي لاي عروسه طبعا، هتصرخ الدنيا بتجري. دي عملت ايه؟ امبريلا، هل راح واخده العريس ونزلت قعدوا يجروا في الشتاء، قعدوا يجروا اندمج، فاهم؟ طبعا الكاميرا هتبوظ، اوكس، رحت جايب واحد بشمسيه جنبي ويلا وراهم على طول وراهم، انت فاهم؟ انا بالنسبه لي ده احسن حاجه تحصل. اول حاجه صور غير تقليديه خالص، الناس بتجري في الشتاء، يعني دي حاجه مش كل الناس هتعرف تعملها، لان انا مش هصحى الصبح عايز الدنيا تشتي النهارده، هي دي بالصدفه، لان دايما الحاجه اللي بالصدفه هي احلى حاجه، انت فاهم. يعني في واحد صاحبي كلمني، طبعا انا ما بحبش اصور صحابي، دي أسوأ حاجه في الكون، لان هو زي ما بتقول بياخدك فحت رد، يعني هو بقى عايزك تحفر وتردم الاثنين، انت فاهم. اول حاجه قال لي ايه، قال لي انا عايزك تصور. قلت له بص انا بالنسبه لي اي حد صاحبي فرهده، وبالنسبه له ممكن وانا بصوره يقول لي انا عايز صوره بروفايل، فانت غبي اصلا، انت مش فاهم انا بعمل ايه، فاهم. طبعا بكلمه صاحبي بقى، باخد راحتي بقى معاه، بقول له بص اول حاجه انت عايزني اعمل لك حاجه حلوه صح، عشان انت صاحبي. يقول لي، اقول له اهم حاجه تسمع كلامي، مالكش دعوه بقى بالباقي، فاهم. كلمت واحد صاحبي قلت له يلا بينا ننزل نصور الناس دي، هنعمل ايه؟ قلت له عايزك تنزل لي الساعه 3 4 الفجر. فين؟ تروح حط الرمل اسكندريه. قال لي ماشي، راح تلبس كوت كده وفاهم، بس سالنيش بقى على الصور. قال لي ماشي، طب انا هقول لك، وقفنا عند سعد زغلول، قلت له انت هتاخد خطيبتك وتمسك ايديها كده صالونسي، خش بقى جوه بقى، ومالكش دعوه بال، يعني مالكش دعوه هيحصل ايه، هتلاقي واحد يا زميلي ويا صاحبي وايه مش عارف ايه، مالكش دعوه بيه، افصل. لو حد قال لك حاجه قول له صباح الفل وسلم عليه وامشي، مالكش دعوه، مالكش دعوه، انت فاهم. ها دخل طبعا، انا ايه خدته ايه، تك تك تك، انا بقى جبت عدسه زوم عشان لو حد ضربه هما الاثنين ابقى انا بعيد. لان احنا في الشارع، فقلت ايه عشان لو اتخانق مثلا اجري انا بالكاميرا، انت فاهم. جبت عدسه زوم وقعدت بقى ايه، سبته ينطلق. قلت له بقى ايه، تخيل انت في لندن مش في اسكندريه، عيش نلفها بقى وانجوي. خدت صور، انا لحد دلوقتي انا فخور اللي انا صورتها، لان انا صورتها وسط اجواء معفنه، انت فاهم، بس صورته حلو قوي. وهو كمان ايه، لما انا بعدت عنه قوي هو ما بقاش مركز اصلا ان هو بيتصور، يعني هو ما بقاش عنده حته انا بتصور فلازم اعدل، لا كان ايه طبيعي فشخ بقى. يعني في اثنين انا مصورهم عندي هتلاقيهم يعني فرحهم على البحر، والله العظيم ما فتحت بقى، هم فجاه البحر اهو، لا يلا راح واخدها جرى، وهي بتجري عماله تعمل كده عشان الجزمه، راحت موطيه عملت الجزمه كده، راحت ماسكاها وجري. انا بقى مصور كل ده، فانت بالنسبه لك كمشاهد ده نور بقى، قال لها اقفي واعملي الجزمه كده وامسكيها، لا اكيد انا مش ايه ده، هو انا اصلا قلت لحد كده طبيعي وانا بكلمها انت عبيط يا ابني، انت فاهم. بس هي اللقطه حصلت كده،
مش شرط تحصل في كل حتة بس هي حصلت. فانت بقى رزقك كمصور انك تعرف بقى ايه ده وركز في ده انك تلحقه بقى فاهم. انت لحقت ده فانت كده ايه اكتسبت حاجة مش مستحيل مستحيل تلاقي حد تاني منزلها. في حاجة مثلا عايز تقولها للكلاينت قبل ما يجوا يحجزوا مع نور، حاجة معينة يبقوا عارفينها قبل ما يجوا يحجزوا معك عشان الدنيا تبقى لذ واسهل؟ لا هو مفيش حاجة معينة، بس هو بس الناس تفهم ان لو هو بيكلمك عشان فرحه فهو مش هو بس اللي بيكلمك عشان فرحه، في 20 او في 30 واحد بيكلمك عشان فرحه، ممكن كلهم ما يحجزوش يعني. فانت ممكن اللي بيكلمك يحس مثلا هو مش مهتم بكل حاجة ليه، او مش بيتكلم بكل حاجة ليه، لان ممكن انا بقفل معاه بكلم عباس بيحكي نفس القصة، فبقفل معاه بكلم الناس بس ايه شوية بتتعامل ان انت تتعامل معها هي بقى، يعني بتتعامل مع العروسة دي بس. انا كلمته ما ردش، ما هو انسان ممكن بياكل ممكن نايم فاهم، طبيعي انت فاهم. الفكرة ان انت بقى ايه ما تردش بقى تختفي يعني. انا في حد فرعه قريب هو عروسته عايشة برا مصر، فهو ايه بياخد مني ويروح يقول لها، وهي بتقول له وهو بيجي يقول لي، فلو وهي بتكلمه في مواعيد معينه تمام، هي بتشتغل حاجه فهي ليها متاح ليها وقت معين بتكلمه فيها، فانا بقيت فجاه لقيت نفسي ملتزم ان انا بقى لازم ابقى معاهم في الميعاد ده. طب ده انا عندي حاجات يعني، ده انا انسان فاهم، مش اقول له انا انسان عندي حاجات تانية واكيد مش حياتي كلها بشتغل. انا اصلا دلوقتي انا بلعب جيمز دلوقتي في البيت، وبصور بعمل شانل على اليوتيوب العب جيمز فيها فاهم، انا في حته تانية اصلا. الحمد لله حبيبي انبسطت ان سيو شباب شكو عندي بقى طورينا تعالوا ما هتقول لهم على الجيم يا جماعه احجزوا هنا اه يلا.